نحييكم تحية عطرة طيبة مباركة ونلتقي وإياكم عبر شاشة تلفزيون جمهورية العراق وعبر إذاعة جمهورية العراق ببرنامجيها الأول والثاني وإذاعة جمهورية العراق باللغة الكردية لننقل لكم تلاوة القرآن الكريم والأذانين وخطبة الجمعة فصلاتها على بركة الله وبتوفيق منه نبدأ نقلنا الديني هذا خاشعين متبركين فننصت إلى تلاوة عطرة مباركة يتلو فيها القارئ الحافظ خليل إسماعيل ما يتيسر له من سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما